نعم، في ساعات الصباح الأولى على مستوى وسائل الإعلام الأوكرانية سواء كانت الحكومية أو الخاصة هي تداولت بعض المقاطع وبعض المعلومات بما أشار إلى استهداف القوات الأوكرانية على حد قول هذه الوسائل بعض الجسور المهمة في المناطق الجنوبية وفي بالقرب أيضا من مناطق الكرم، لكن لتاريخ هذه اللحظة لم يكون هناك أي بيان رسمي من قبل السلطات الأوكرانية يتبنى هذا الهجوم أو يرفضه على حد سواء. لكن ما أود الحديث إليه بالمتعلق بالتطورات الميدانية وتحديدا بالقصف الجوي الذي تعرضت له مدينة أوديسا في جنوبي البلاد في ساعات متأخرة من هذا الليل، والذي تمثل بأربع طائرات قتالية من نوع شاهد 136 أطلقت باتجاه إحدى المواقع في هذه المدينة الجنوبية المهمة. الدفاعات الأرضية أشارت إلى أنها استطاعت من التصدي لثلاث من هذه الطائرات، لكن إحدى هذه الطائرات استطاعت من الوصول إلى هدفها. بحسب بيانات الإدارة العسكرية في هذه المدينة أشارت إلى أن هذه الطائرة استهدفت إحدى المستودعات التجارية ولم تسجل أي أضرار كبيرة قد حدثت في مراكز البنية التحتية. لكن التطورات الأخرى التي تأتي أيضا في المجال الجوي حقيقة في ساعات الليل، في طوال ساعات الليل دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وفي عدد كبير وعدد آخر من المدن الجنوبية بسبب حركة نشطة للطيران العسكري الروسي وعمليات طيران تكتيكية مختلفة. في خضم هذه العمليات الطيران التكتيكية كانت هناك بعض حالات القصف أو الاستهداف لبعض المنطقة الشرقية، وهنا أتحدث عن مدينة كريفي ريه. بحسب البيانات الأولية التي تتوفر لتاريخ هذه اللحظة من القيادة المسلحة الأوكرانية تشير إلى إمكانية استخدام القوات الروسية صواريخ كينجال لضرب بعض الأهداف في هذه المدينة، لكن لتاريخ هذه اللحظة السلطات هي تتمنى عن تقديم أي معلومات تحديدية أو تفصيلية بطبيعة هذا الهجوم. ربما في الساعات القليلة القادمة سوف نحصل على بعض التفصيلات من وزارة الدفاع، لكن ميدانيا الأمور هي تسير أيضا بأمور أكثر تعقيدا. يمكن الحديث عن الجبهة بشكلين منفصلين، الجبهة الجنوبية وهي الجبهة التي تحرز عليها القوات الأوكرانية بعض التقدمات الميدانية باتجاه مواقع وتمركز القوات الروسية. الجنرال العسكري تيرنافسكي وهو قائد القوات الأوكرانية في هذا المحور الذي يقود العملية العسكرية في اتجاه ميليتوبيل واتجاه بريديانسك في الجبهة الجنوبية أشار إلى أن القوات الأوكرانية هي تحرز كل يوم تقدمات باتجاه تمركز القوات الروسية واستطاعت من تحييد ما يقارب 3 سرايا من القوات الروسية في خضم العمليات القتالية. لكن الجبهة الأصعب والأكثر تعقيدا تبقى هي الجبهة الشرقية، وهنا الحديث يدور أيضا بالتحديد عن جبهة ليمان وجبهة كوبيانسك. أيضا هناك القوات الأوكرانية يبدو أنها في مرحلة دفاع استنادا إلى ما كان قد أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بعض تصريحاته عن صعوبة العملية العسكرية المضادة تحديدا في هذه المناطق، وهو أشار إلى أن القوات الروسية عقدت من تقدم وأبطأت من تقدم القوات الأوكرانية في هذا المحور بسبب أنها كانت قد عملت على زرع ما يقارب 200,000 كيلومتر مربع من الأراضي بالقنابل المفخخة والغام الأرضية التي هي بطبيعة الحال تعيق تقدم القوات الأوكرانية تحديدا في هذا المحور أو المحور الشرقي بشكل عام. بشكل عام أيضا كان هناك 40 اشتباك مسلح بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في المحور الشرقي. لتاريخ هذه اللحظة يدير الحديث عن تحييد ما يقارب أكثر من 600 جندي روسي في الجبهة الشرقية في خضم 24 ساعة الماضية من القتال بين الجيشين الأوكراني والروسي.